يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بحفظ بلوغ المرام أم كتاب الصحيحين؟ مسألة الحفظ ما هي العلم، المهم أنه يجد مدرس، يجد معلما من العلماء، ثم المعلم هو الذي يرشده إلى البلوغ أو إلى غيره من الكتب المناسبة. أما أنه يأخذ كتاب ويحفظه بدون معلم، هذه طريقة لا تجدي شيئا. نعم.